كالعادة رايح ماتش الأهلي، بس المرة دي الوداد. حضرت مرتين الأهلي والرجاء، لكن المرة دي هروح الوداد ماتش نهائي أفريقيا. هروح بالمطار، بس من آخر لحظة قلت لا أروح بالقطر أسرع. يلا بينا بقى نشوف الأجواء. بالتوفيق بقى لله. يا حبيبي عامل ايه؟ نحن ما نكسب ان شاء الله. كنت تسب فينا اخويا؟ يبو وداد. هذاك شكون تسب فينا؟ لا يا عم لا. يبو وداد الشيء. اهلي. يبو وداد. مرحبا بك في المغرب اخويا. مرحبا عادي. رايحين دلوقتي الماتش. اصحابي كلهم بيقولوا لي فيه بقى هيبقى فيه قلق في الماتش وبتاع، في اللي ما رضاش يجي، هيكون في مشاكل في الماتش. بسبب النفوس مشحونة، الماتش اللي فات كان اللي فيه بعض القلة الغوغاء من جمهور الأهلي، قعد يرمي بقى القراية على الناس على لعيبة الوداد. طبعا تصرف غير مقبول في أي بلد، يعني أنت رايح تتفرج رايح تستمتع، ليه أرمي إزاز على الناس؟ أنا مش فاهم يعني. فأنا لأ، أنا راهنت قلت الجمهور الوداد محترم زي ما أنتوا شايفين كده الشباب، يعني هيبقى فيه قلة برضو نوش وبتاع وقلق، بس ان شاء الله تعدي على خير ونستمتع. الفايز نقول له مبروك، سواء الوداد سواء الاهلي، كلنا اخوات. ده ماتش كوره يعني، مجرد لعبه، حتى اسمها لعبه كره القدم. انا رايح عشان بستمتع، الاجواء الجماهيريه هناك جميله جدا، الوداد بقى والالتراس بتاع. فيلا بينا على كذا بلد. ديما اهلي. وين يا صاحبي؟ الحمراء تشمعنا. كم النتيجة؟ كم؟ نتيجة 1-0 وسنأخذ الكأس. أنا متوقع 1-0 برضه. اثنين تعادوا ندي الكأس. لا هم 2-1 رابحين، نحن نفوز ب 1-0 1-0 لسه أفريقيا. نأخذ الكأس وإن شاء الله أمين متتاليين سنفوز عليكم. يبقى المرة الثانية. متعزم ولكن تبقى الكورة، ولكن نحن إخوة. لا ولكن جيني مصر أم الدنيا. ما فيش مشاكل النهاردة في الملعب. لا مش مشاكل. ليش مشاكل؟ نتمنى كده. ولكن جمهور الاهلي سير للاعبين القراعي في التصرف غير مقبول. تصرف غير مقبول. سي با غاف، ماشي مشكل. احنا جمهور الاهلي حبيبي، جمهور الوداد محترم. انا مراهن 3 سنين كان الدوري لهم 2017 2022 2023. تحيه وداد لعبتك. في الفلوج رايح يلعب مع ابو يا جماعه. توقعاتك؟ توقعاتي اخويا تعادل. المهم ماتش غيسالي يعني بنتيجه سلبيه وغيمشيو لضربات ترجيح. انا توقعت 1-0 للوداد. وانتو مشجعين الوداد؟ 1-0 3-0 يا عم صعبه تنهز. خليكم اقطعي يا عم. لا لا لا، الاهلي فريق القرن صافي، تكون واضح فريق كبير ما صغرناش. الوداد وكيل الوداد دابا المسانده للوداد. ولكن لا لا هذا مصر. شوف صديقي منطقا بان الروح الرياضيه هي اللي غتغلب. 1-0 نجيب كاس ما ندير لها. لا لا 3-0
سواق التاكسي نصحني ان انا البس جاكيت ولا حاجه اغطي تيشيرت الاهلي، يعني قال لي اكيد في ولو 1% من المتعصبين ممكن حد يسبك بتاعه. فعلا في واحد سبني في القطر بعد ما نزلنا، يعني قال لك هدول الجمهور ولاد مش عارف ايه، فهمته عم مش كل الناس بحد حال دي كوره، فدواعي امنيه كده قلت يلا بينا بقى. الاجواء جميله، الاجواء رهيبه فوق المتوقع. نحن هنا في معقل نادي الوداد في كازابلانكا. المشكله انا جايب معايا رايه الاهلي، طبعا لا يمكن اطلعها دلوقتي، هاكل الضرب لو طلعتها. تخيلوا لو طلعت رايه الاهلي وسط الناس دول. اجواء رهيبه، اجواء مهرجان، اجواء عيد. ديما اهلي كويس ما سمعنيش. يلا بينا بقى نروح على الملعب، ربنا يستر. انا جاي عشان احضر الاجواء. شكرا للشرطة المغربية، يعني ثلاثة بيوصلوني. لا مش انت، مش طالع، انا بس انا. يعني بيوصلوني لحد، بيبعدوني عن الجمهور خالص. يعني واحد ولا الثاني ولا الثالث بيوصلني في الحواجز. شكرا. مرة تانية شكرا للشرطة المغربية على التعامل أكثر من رائع كالعادة، يعني حاجة مش غريبة عليهم، بالباسبور ومن غير تيكت كل حاجة، و يعني بيوصلوني كده خايفين عليا. الأجواء جميلة أصلا. ماتش لسه فاضل بتاع حوالي 3 ساعات بيبدأ، احنا جايين بدري. بفكر اطلع الرايه، معايا رايه مصر والاهلي بس مش عارف هل ده صح ولا ايه. خلاص يا جماعه عدينا، دخلنا، واقف مع جمهور الاهلي تحت، ودوني تيكت من نفسهم كده معرفهمش. يلا بقى نخش الماتش نشوف الاجواء. هنخش من هنا مدخل 50. يلا بينا علم مصر. قبل الملعب بثلاث ساعات الملعب كله مليان، ما عدا جمهور الاهلي بيجمعوا بعض بره جايين، مفيش اللي احنا خمسة ستة اللي قاعدين. احنا ممكن ناكل ضرب بس جمهور الاهلي الولاد محترم. خلي بالكوا بقى الفلوج ده يبقى مختلف، انا جاي النهارده اشجع مش جاي اصور، فاللي هو هتلاقيني ممكن اصور لكم بعد الجول كده عشان ده ماتش مصيري، ان التصوير بياخد من تركيز الوقت. عجبوا العالم، اخويا ما شاء الله بعطوه لي مصر كبير. كله بيصور بقى، نجمع نفسنا
كسبنا النهارده. طبعا جدا يا جماعه ايمان، طبعا كلكم عارفين فيديوهاتها جميله جدا، بتدي معلومات حلوه ما شاء الله عليها. نورتينا في النهارده يا ايمان، نور نور الناس الحلوه اللي ساكنين فيها. الله يخليك، اهلا بيك. وتبقي ساعتين ونص على الماتش، الاجواء حماسيه أحسن الجماهير في أفريقيا والعالم، جمهور الوداد اللي هيبهرنا النهارده. الناس اتصورت بيه اكتر مني، بلعب فيه وصورت. شكرا يا مصطفى على العلم اخويا. وصل الالتراس اهلاوي، يا سلام. مصر بلدي والمغرب بلدي، جمهورنا اخوات، احنا جايين نستمتع. يا
الفلوج ده مش اصور بقى الاجوال وكده، كده بعد اصور في الاخر عشان جاي اشجع الموضوع. الاهلي على الاهلي وهو في ال 18 عشان كان في لعيب واقع. طب ما كنت نهيها من بدري يعني. هي حاجه مستفزه من الحكم بصراحه، لكن اجواء جميله والماتش متكافئ. بدا الصوت الثاني. Yeah.
ده احلى ماتش حضرته في حياتي. ماتش جميل جدا واجواء جميله جدا. نحتفل عند الفندق ولا حاجة. قربنا من باب مراكش بنقول لكم الأجواء. خلصت؟
عم مجدي من نادي الاهلي فريق فريق بقولك هكلمك بعدين ها بيصور حلو الاحساس ده احبت اول مره اتمشى في كازابلانكا المسافه دي مبارك فيك بس حسيت جمهور الوداد اهدى من الراجا شويه يعني حتى خسرانين بس الدنيا اوكي الحق الاهلي يا ولد وصلنا الفندق الناس عايزة تخش النادي الاهلي جوه بيحتفل انا مش هتعصب عشان اخش انا عادي دخلت مش اوكي طبعا النظام نظام لما الامن يقول لا خلاص طب شباب من صغري بحكي على عليكم يا اهلاوي اخر عمري معاك عليكم يا اهلاوي الله يبارك فيك التوينز الدوام التوين باور طبعا جمهور الرجا بيحيينا كده صوت كل الاجواء من جوه الملعب وبره الملعب والنادي الاهلي 90 دقيقة يا واد كولر كولر وماله ماله والاهلي ماله سيقفل ماله الله اكبر عليهم هيساوي خميسة النادي الاهلي النادي الاهلي